هذا فيما يخص مباريات الدوري السعودي. أما على الصعيد العالمي فالأنظار تتجه غدا للمباراة اللي بتجمع مانشستر يونايتد مع يانج بويز، وهذه بتكون المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع مانشستر ضمن الشامبيونز ليج. المباراة الأولى لكريستيانو في صفوف مانشستر كانت يوم السبت الماضي، واللي أثبتت بأن رونالدو هو رهان المرحلة الحالية للشياطين الحمر، وبأن أهم الصفقات لتدعيم الفريق وأحد أكبر انتقالات الصيف الحالي. هذا الصيف حمل الصفقات الأكثر جنونا بمبالغ وصلت لأكثر من 500 مليون يورو. عودة كريستيانو للشياطين الحمر كلفت 25 مليون يورو، راتب هو الأعلى أجر في الدوري الإنجليزي. بقدوم السي آر 7 سيدعم المدرب سولشاير خط هجومه اللي كان عانى الموسم الماضي في ظل إصابة المهاجم كافاني. الثنائي كافاني وكريستيانو سيكونان قوة ضاربة هذا الموسم. سي آر 7 طبعا كريستيانو يغادر السيد العجوز اليوفي نحو مان يونايتد، يعود الى الحبيب الاول من صحة العباره، يعود الى مسرح الاحلام اولد ترافورد. لا ننسى بعد غياب استمر 12 عاما، وهذا الرجوع يعني هو حديث الاعلام الاوروبي في هذه الاونه. ومن ابرز الصفقات اللي تمت هذا الصيف انضمام الارجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقده بسبب العقبات المالية والهيكلية للليغا. نتحدث عن ليو ميسي، قلنا لماذا يعني أخذ الطائرة نحو باريس على خلفية ديون البارسا وعرض البي اس جي. ويعتبر قدوم ميسي للبي اس جي إضافة فنية كبيرة على المستوى الهجومي وصناعة اللعب، خاصة أنه يعرف نيمار وطريقة لعبه. التوقعات أن تكون أرقام وتتويجات البي اس جي هذا الموسم كبيرة جدا، باعتبار أن هذا الفريق يعتبر دريم تيم. روميليو لوكاكو المهاجم البلجيكي انتقل من انتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي بصفقة تقدر 115 مليون يورو، دائما ما تكون أرقام انتقاله من نادي إلى آخر كبيرة. ويعتبر لوكاكو أحد أبناء النادي اللندني باعتبار بداية احترافه جاءت عبر بوابة البلوز. هذه صفقة مدوية، ويكفي أن لوكاكو اليوم أصبح أغلى لاعب يعني في تاريخ الكرة، أغلى من ميسي من كريستيانو والجميع على مستوى القيمة التراكمية، يعني على مستوى مجموع صفقاته منذ زمن إيفرتون، لاحقا مان يونايتد إنتر وصولا إلى تشيلسي. نتحدث عن 330 مليون يورو تراكمية صفقات روميلو لوكاكو، وهذا مبلغ كبير جدا. لوكاكو هو ماكينة تهديفية ومهاجم صريح وثقيل على المدافعين. أما صفقة جاك غريليتش فكانت الأغلى في الدوري الإنجليزي بقيمة 117 مليون يورو، قادمة من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي. غريليتش يجيد اللعب في عدة مراكز في الهجوم سواء كصانع لعب أو جناح، خاصة على الجانب الأيسر. انتقال آخر أثار اهتمام الجمهور هذا الصيف، سيرجيو راموس انتقل من نادي العاصمة الملكي مدريد إلى باريس سان جيرمان في انتقال حر. ونشرت الصحيفة الإسبانية سبورت أن راتب راموس في باريس حوالي 10.5 مليون يورو. المدافع الإسباني سيكون تدعيما للدفاع الباريسي بصحبة ماركينيوس، وسيكون كالعادة عنصر فارق في الكرات الثابتة. وفي الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي يعود اللاعب الفرنسي أنتوان غريزمان إلى فريق أتلتيكو مدريد على شكل إعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء. أما رودريغو دي بول النجم الأرجنتيني اللي صنع فرحة الفوز بكوبا أمريكا فقد انتقل إلى أتلتيكو مدريد بمبلغ 35 مليون يورو. المدرب سيميوني اختار دي بول لتدعيم خط الوسط ولخلق منافسة باعتبار أن اللاعب دي بول لاعب عصري. نجم الأرجنتين القادم على مهل لكن بثبات وهو رودريغو دي باول. طبعا صفقة أتلتيكو مدريد مهمة جدا لأنه خطف ببساطة أمل الأرجنتين في المستقبل وصانع لقب كوبا أمريكا الأخيرة. هذا هو يعني ملخص الصفقات الصيفية. وخلال فترة الانتقالات كثرت الإشاعات حول انتقال ليفاندوفسكي ومبابي وهالاند، لكن إغلاق الميركاتو حسم الأمور.